السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجولة الصحفية لبداية هذا الأسبوع الأحد الموافق للثالث من شهر نوفمبر لعام 2019. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: وزارة المواصلات تطلق 6 خطوط جديدة على شبكة حافلات النقل العام، السفير البريطاني الجديد في أول حوار صحفي خاص به صحيفة الأيام، تعاون دفاعي جديد مع مملكة البحرين خلال أشهر. وإلى صحيفة الوطن والتي أبرزت واستهلت بخطوطها العريضة: انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، السفير الألماني: روح التسامح في مملكة البحرين أثارت إعجابي، مياه البحر تغطي كيلومترات واسعة من سواحل مملكة البحرين وخاصة المحافظة الجنوبية. ومن صحيفة الوطن إلى صحيفة أخبار الخليج والتي أدرجت مجموعة متنوعة من العناوين الأساسية والرئيسية، اخترنا لكم مشاهدينا ما يلي: إطلاق ملتقى التنمية السياسية تحت شعار البحرين انتماء ومواطنة في 27 من الشهر الجاري، بحث تعزيز التعاون العالمي بين مملكة البحرين ومصر، سفير البحرين لدى اليابان يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد. ومع صحيفة البلاد والتي أبرزت: التربية، اشتراط اللياقة الصحية بوظيفة مدير مساعد، المولد النبوي ترفع الطلبة على حجوزات السفر 40%، البحرين الثاني دوليا والأول آسيويا برياضة الشرطة. نطالع مشاهدينا من صحيفة الوطن أنه تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سيقام اليوم سباق خالد بن حمد الخيري الثالث للجري لذوي العزيمة، وذلك بتنظيم من الاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لألعاب القوى وبدعم من اللجنة البارالمبية البحرينية، وذلك في الساحة الخلفية لأستاذ البحرين الوطني. كما نشرت صحيفة الوطن أن وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك وجه المسؤولين في إدارة خدمات المشتركين لتدشين خط مرئي مباشر للتواصل مع فئة الصم والبكم لإنجاز المعاملات المختلفة. بقلم الكاتب فريد أحمد مشاهدين، نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان: البحرين تتقدم بمؤشر الأمن، فإلى سطور هذا المقال. انتشار خبر حلول البحرين في موقع متقدم في تقرير التنافسية العالمي 2019 بالتزامن مع تحقيق البحرين العديد من البطولات الرياضية وعقد معرض الدفاع الدولي ونجاحه وتنظيم مؤتمر يناقش التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تبرز البحرين زاد من هول مأساة مريدي السوء ومن آلامهم، فهؤلاء لا يحتملون خبر نجاح البحرين في مجال واحد، فكيف وهي تحقق النجاح في العديد من المجالات في وقت واحد؟ البحرين والتقدم مترادفان لا يقر بهما إلا الموضوعيون ومحبو هذه البلاد، والذين يعرفون جيدا أنها لا تقبل بأقل من النجاح والتميز. أما أولئك مريدو السوء، فإن تقدم البحرين ونجاحها في أي مجال يثير حنقهم وغيظهم، وهم يزدادون حنقا وغيظا لو جاء من باب وزارة الداخلية.
نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أنه برعاية كريمة من الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاق ملتقى التنمية السياسية الذي يأتي هذا العام تحت شعار البحرين انتماء ومواطنة، وذلك في 27 من شهر نوفمبر بمشاركة نخبة من الكوادر الفكرية الوطنية والخليجية. هذا ولفتت صحيفة الأيام أن وزارة المواصلات والاتصالات أكدت على أنه تم إطلاق 6 خطوط جديدة على شبكة حافلات النقل العام في خليج البحرين وسترة والنبي صالح وجنة دلمون المفقودة المائية ومتنزه محمية العرين. سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند في أول حوار صحفي خاص به صحيفة الأيام كشف عن تعاون بحريني بريطاني في مجال الرعاية الصحية، حيث يزور لندن حاليا وفد بحريني لبحث التعاون في هذا المجال. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث قامت جمعية البحرين الخيرية وبدعم من المتبرعين بتوزيع المخصصات والإعانات الشهرية عن الربع الرابع من العام الجاري والبالغة 47,000 دينار. إلى ذلك صرح مدير البرامج والفعاليات الأستاذ خالد مراد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي السنوي الثاني لتنمية الموارد البشرية الذي يأتي بتنظيم من جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في يومي 17 و18 من شهر نوفمبر الجاري بعنوان الابتكار ومهارات المستقبل. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة وكيلة وزارة الخارجية رئيسة اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ترأست بالديوان العام للوزارة الاجتماع 9 للجنة للتعرف على مجالات الأمن والسلامة الكيميائية وكيفية التعامل الأمثل مع هذه المواد في الحالات الطارئة. ننتقل إلى صحيفة البلاد، حيث أكدت مديرة المعلومات والمتابعة بالإنابة في المحافظة الجنوبية منيرة السبيعي أن خدمات التواصل الاجتماعي تنوعت في باقة من القنوات الاجتماعية والذكية بعدد 12 قناة، والتي تجسدت في التواصل الميداني والزيارات التفقدية التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي لمختلف مناطق المحافظة. وقع وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال بن أحمد اتفاقية مع شركة حفيرة للمقاولات لترميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني، إضافة إلى تحويل مبنى المطار إلى مبنى للمسافرين للطيران الخاص لكبار الشخصيات ورجال الأعمال. وأخيرا وجه وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح إلى تسريع العمل لإنجاز مشروع المختبرات الزراعية في هورة عالي، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 65%، وتصل كلفة المشروع إلى 2,000,000 دينار، وسيتضمن مختبرات تخصصية نوعية تتمثل في مختبرات وقاية النبات. وإلى فن الكاريكاتير.
وبطرائف الكركتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.